ومساء الجمال والدلال جيمرز اند جنتلمان، معاكم احمد بهجت من قناه فرجني وفيديو جديد والمزيد من هيت مان 3. ودلوقتي ده الجزء الثاني من ديث ان ذا فاميلي ميشن، وده نتيجه ان الميشن دي خدت وقت طويل جدا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. لو انت شفت الجزء الاول ممكن ترجع تشوفه، وده الجزء الثاني منها. وطبعا يا رب تكون استمتعت بالمشاهده بتاعتها. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، ولو انت مشترك في القناه يا ريت تتفاعل، التفاعل بيفيد يا جماعه الفيديو جدا، اللي هو ينتشر ويوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وهيا بينا نلعب. تعال نرجع تاني لعلامة الاستفهام الزرقاء اللي كانت هنا. ده ماشي، ده في مسدس بس انا معايا واحد هامر فيوز. فيوز سيل يمكن نحتاجه في حاجة. تري باسنج، مش المفروض ادخل هنا. طب ارجع اتنكر تاني زي المحامي. بتدي محاضرة للناس. المحامي كان عنده اوثورتيز اكتر في المشي بتاعه، يعني بعرف اتجول بحريه اكبر. حلو كده، As you all know, I have a lot on my plate and need to focus on sorting everything out, so please do not disturb me with your petty concerns. You are all adults, and as part of the elite, you will eventually have to deal with difficult situations like this. It comes late for most of you, but this is a chance for you to show what you are made of. That will be all. طب انا استفدت حاجة من هنا ولا ايه؟ هو مين اللي بيشك فيا ده؟ What an exit. Old bags got style. Show what you're made of. هو فين الـ investigator؟ This is your chance. Or detective. Oh god. I have to finish that eulogy. Find the case file. طب احنا يعني في مكان تاني المفروض نروحه يعني؟ في الماب هنا في مكان لسه هنا ممكن اروحه. I cannot mark right. وانا فين طيب؟ لا انا هلف، يعني هلف في ظهري واروح شمال. بويزن. Area discovered. اوكي. وانا ما استعملتش الكاميرا بتاعتي خالص ليه في الاسكان؟ الفيلا يا جماعه والقصر، يعني قصر رهيب بصراحه يعني. ايس كريم ده ولا ايه؟ I think nothing to use here. والواد رازق فيا ليه كده؟ لا والله في حاجات اهي. ما هذا الشيء؟ لا ما مش يعني مش عارف صراحه ايه الحاجات دي. دي غريبة، أوضة متحف يعني خاصة بالمكان نفسه. طب ده ممكن أعمل فيه حاجة هنا؟ أوكي. خلاص مفيش حاجة تانية تتعمل في الغرفة هنا غالبا. في شيء هنا. دي بتاع بتنظف الغبار. الله. لا 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 لا. طب انا لوير يا جماعه بيشكوا فيا ليه طيب؟ انا عايز. طب الانفستيجيتور فين طيب؟ And you personally as well.
بلند ان، ما ينفعش لازم ابقى لابس خدام. طب انا عايز الكيس فايل، اجيب الكيس فايل منين؟ How are you, sir? تمام والله الحمد لله. الدور الاول في اشياء هنا ولا ايه؟ ميستيريس سويتش. يعني البيت تو ماتش تو ريمبر، تو بيج تو ريمبر، فاهم؟ ينفع ادخل هنا؟ نو نيد تو بانيك، دونت بانيك. دي الأوضة اللي أنا كنت فيها، أوكي. إيه دي؟ دي بتنظف الغبار برضو. طب أنا لفيت هنا قبل كده، واضح إن أنا لفيت في هذا المكان، أنا محتاج أعرف ألاقي الكيس فايل إزاي. طب يعني في أي دليل نقدر نجيب منه كيس فايل أماكن غير مكتشفة؟ غالباً أنا اكتشفت كل الأماكن، فاضل الأوضة دي اللي كنت اتمنعت أدخل منها. قدام على مين؟ هنا وهنا كده. حبيبي. تري باسنج. في انتلاية هنا اهي. فيو انتل. زاكري لابتوب. بيقول لك كان showing that Zachary was shopping for boots، كان بيدور على boots last night. طيب ماشي. مين ده؟ ده ميت ده ولا ايه؟ شكله ميت. طب ايه مطلع الكاميرا طيب؟ The dead body of Zachary Carlyle. Alexa's little brother. Okay. I wonder what happened to him, 47. اللي حصل له؟ ويسكي. ويسكي جلاس اند بوتلز. طيب. طيب في ممكن استعمل الكاميرا في حاجة تانية هنا عشان بس ايه ننجز من البلان دي. يبقى في حاجة ممكن اصورها هنا برضو. ايما اند جروجري روم. دي اطلع من الاوضه دي ستريت لحد الاخر وبعد كده يمين في شمال. في برضه حاجه هنا. ايه دي؟ ايه الشيء ده؟ ده التارجت بتاعي موجوده في الليفل المثالي مش هنا يعني. واللي فوق هنا في حاجات برضه كتير. طب خلينا نروح بسرعه بس ايه، نروح على طول نخرج من الاوضه. نخبي الكاميرا دي. نروح على طول وبعدين في الاخر يمين في شمال. مش عادي مش عادي. هلا سالفاتور. مساء الجمال. مش الغرفة هي دخلتها تقريبا؟ بس انا محتاج الكاميرا هنا. دور فين بقى؟ في خزنة. الكاميرا فين معلش؟ ابص يعني نصور فين؟ انا رايت اواي، انا باصص لها بالظبط. فين بقى؟ هنا. فين؟ اهي. شوز. فيو انتل. شوز اند فوت برينتس فاوند ان ايماز اند جريجوري روم. طيب ماشي. طيب انا دلوقتي يعني انا شايف الميشن ستوريز. طيب A day to remember her final resting place. انا عايز الميشن ستوري completed. دي لسه ما خلصتش، تعال نعمل عليها كده. دي نروح لها منين؟ دي تحت بره في الشارع تقريبا. ننزل منين؟ نزل من هنا باين.
هنا يا ده بره خالص. من هذا الشخص؟ انا يا جماعه ملاحظ حاجه غريبه جدا في اللعبه، يعني ما بيشاور لي على حد. مدام ممكن اسبكت ارينجمنتس. اوكي مفيش حاجه عندي ظاهره معينه. So unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, my aim's horrible. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. يعني هم الموضوع كله اللي هم عايزين يتخلصوا من العصافير اللي موجودة في الفاينل ريست بليس. ايه بقى العصافير دي؟ بقى يا جماعة لاحظت حاجة غريبة جدا، ان لما بيكون في علامة في اللعبة، العلامة دي وانا بتحرك اختفت. يعني لما كنت المفروض اخد مكان الانفستيجيتور فجأة بلاقيته موجود، فلازم اخش بقى في المنيو واجيبها. بس انا غالبا اخترت حاجة تانية بعد ما رحت الكاميرا وصورت العيلة طلع لي اختيار تاني، فانا كونفيوزد صراحة. يعني عايز ارجع الاختيار القديم بتاع الانفستيجيتور تاني، مش لاقيه الانفستيجيتور. انا اسف، ده بويزون؟ مفيش بويزون. ده الاندرتيكر حاصد الارواح دافن الجثث. ما هذا الشيء؟ ممكن افكر مثلا هي دي العصافير هنا. طب احدف عليها حاجه. هو ليه مفيش يعني تارجت؟ يعني التارجت مش هيوصل لها. يعني هي منزعجه جدا من العصافير. عندهم حتى سبحان الله جريف يارد بتاع القصر برضه بتاعهم خاص بيهم، ما بيعرفش ينشن ولا انا برضه شكلي هعرف انشن. انا كده دي حتفه دي 47. حد يحدف كده؟ عيب على شكلك والله سمعتك. طب اسيف الاول، انا جات لي فكره مجنونه كده في دماغي. خلينا نجرب المسدس. طيب راح اهو. ايه ده؟ انت خايف من ايه يا ابني؟ انا بوقع على الليست بتاع العصافير، يعني انا بساعدك يا غبي. طب وبعدين انا لازم استخبى شويه كده لحد ما الامور تهدى. لازم كلمه هانتد الحمراء اللي فوق الميني ماب تروح. لا معايا شكرا، مش عايز منها حاجه، نعملها دروب. ممكن تبطلوا بقى تدوروا وتضيعوا وقت وخلينا ننجز في العصافير دي. نشغل الجنريتور. جايز تجيب الاتنشن بتاعهم ناحيه الجنريتور ويبعدوا ويتلهوا يعني في الجنريتور، ما تدوروش عليا، بطلوا يدوروا عليا. ما ينفعش اعدي من هنا، واضح ما ينفعش اعدي من هنا. خلصوني بقى سيرشنج وهانتد وبعدين. طيب طيب خلاص الحمد لله الحمد لله. وممكن بس نكفي الشوكه دي. Where's my credibility if this gets out?
jeopardizing everything I've worked for. My father worked for. طب انا يعني ممكن انا فاضل لي نست واحد تقريبا بس العصافير دي، انا ممكن استخبى واشوف مكان مناسب كده ادي لها طلقه في السريع من غير ما حد ياخد باله. ايوه فين بتهيالي هنا مستخبي شويه تقريبا مستخبي حد شايفني يعني. اوكي نجرب كده خدت مسدس بيو بس دان خلاص disguise yourself at the undertaker المفروض يعني اخد ملابسه اخفيه واتنكر مكانه. طيب يعني هنا ما هنا في واحد واقف وفي اتنين واقفين طيب نجرب نرميله كوين مش عايز منك حاجة ما فيش تحرش مفيش حاجة استغربش قوي كده نحذف له كوين فين اجيبه هنا ده بعيد قوي في واحد برضو واقف ورايا هو مشكلة ان اللاين بتاعه اللي بيتحرك فيه ما بين ثلاث افراد نجرب في السريع كده نشوف مش انت يا اخي مش انت اجيبه دلوقتي ما ده هياخد الكوين ويطلع على طول Did I miss the perfect timing؟ يعني كان في توقيت مثالي وانا ما لحقتوش ما انا كان ممكن يشوفني التاني وكانت هتبقى مشكلة. وبعدين طيب معاك بقى وبعدين. وبعدين يا جماعة الراجل مش عايز يقعد في حتة لوحده ولا عايز يتعزل ولا عارف يجيبه الكوين. The birds are gone. مبلغ هو العصافير راحت كأنه هو بروح امه اللي طيرها يعني طب ازقه في الحفره ولا اعمل فيه طيب طب اجرب كده كوين هنا روح بقى شوفه بقى روح شوفه بقى يا اخي مالكش دعوة بي مالكش دعوة بي ده انت رخم رخامة Listen up everybody I need you to leave now Madam Carlyle will be here shortly طب نجرب نجيبه هنا تاني بسرعة Well done 47 Madam Carlyle is on her way I wonder how she will like her final resting ground. And we're good to go. برضه نفس الراجل جه، طب انت بقى رخم وتستاهل اللي بيجرى لك بقى عشان انت بجد رخم يعني. نخلص منك كده عشان نستفرد بالراجل هنا. سقيم سقالة يعني لازق راشق في كل حتة. ايه ده؟ دي أليكسا وصلت. لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت كده باظت المهمة. ما لحقتش أتنكر. Memorial with a portrait of you as the central piece. As there, you see it in the center.
طيب هنعمل ايه بقى؟ ده كده رجعنا تاني للاوريجينال بوينت واللي هي فايند ذا كيس فايل. طيب خلينا نشوف الكلام ده في الجزء اللي جاي ولا نكمل؟ ممكن نشوف كده كام شويه كمان. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ كان المفروض ادس جايز بس ما عرفتش. This is where Edward will read the eulogy. Edward. Yes, I understand your son is a university professor, eloquent and used to addressing a crowd. Edward is a mumbling mess. He crumbles under the least amount of stress. But Gregory approved. He was just relieved he wouldn't have to do it himself. Rebecca would have been the better choice, but too late to change that now. I need to find the case file. وانت لسه هنا؟ طب نجرب نطلع فوق تاني. انا عايز الكيس فايل. اوكي. نتسلل بقى. نتسلل. انا طلعت السلم كده وجيت اخش يمين قال لي ما ينفعش، لازم اطلع فوق ادور بقى على هنا ايه. بيتكلم مين؟ اوكي. الهوستايل اريا يعني المكان ده خطر. لازم صوت يعني. Hear messages. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house, but Edward is losing it again. He seems to believe that Alexa has come back from the dead and that he has to write the eulogy for some make-believe funeral event. I still have the restraining order on him, so whoever gets this message now that Alexa is dead better get him under control. Otherwise, I see no other way than to get the police involved. Okay. اوعى تبص، اوعى تبص. هو بص بس ما يعني عدوها لي يعني. ادس جايز؟ خليها ادس جايز. خليني بص بصه كده تاني على ال famous private investigator summoned by Alexa
has arrived to Torn Bridge Manor if you take his place. طب ده موجود؟ ده موجود اهو. ده تحتها على طول هنا. Living dead. مفيش حد هنا. لقطه ايه لقطه تمام يعني these guys. If you're dressed like a detective 47 you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. نروح للبطلر بقى. طب يا جماعه بعد ما يعني وصلت للخزنه وما عرفتش الكود بتاعها ومش عارف ايه يعني مش عارف اوصلها ازاي ودورت في كل مكان في الاوفيس فقررت ان انا اشوف الستوري لاين بيك اب سيجار بوكس او سيجار بوكس فيه ولقيت انا يعني عرفت اكتف تاني ان انا اخد مكان البرايفت انفستيجيتور علمني عليه تاني لان انا لقيته اختفى من الخريطه كنتش عارف اجيبه تاني ازاي بس الحمد لله عرفت اوصل له اخيرا ودلوقتي بيقول لي روح اتكلم مع رئيس الخدم الباتلر مش عارف خشوا منين ده من هنا ستاف روم في حاجه هنا استنى سابر ده ايه ده سيف يعني ده بيعمل ايه تن اوف ذا فيوز تيرن اوف ذا فيوز هي اوف ايه بقى مش عارف انلوك ذا دور اعمل لوك الطفاشه ايوه انتل في انتل جديده شوف ايه دي مستر فيرنس بايز ليست فيرنس بايز ا ليست ريتن باي مستر فيرنس بايز ذا باتلر اف ديتيل فاريوس بريبريشنز فور تومورز بريتند فيونرال اند ا فوتو شوت سكيدجول فور توداي فور ذا جاردن ما علينا دي مرايه ايه ده ليثال بويزن حلو بويزن ممكن ينفعني ده وايه دي فاير بوكر لا ايه ده الله 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 That appears to be a half-burned diary belonging to Zachary Carlyle. It says he and Madame Carlyle murdered their older brother 46 years ago, and that Mr. Fernsby helped them cover it up. He was planning to confess it all. Interesting. بالتالي دي ايفيدنس او دليل على حاجه معينه يعني. ليتس سي مفيش حاجه ثانيه هنا في المكتب الباتلرز روم اروح اتكلم للباتلر بقى اقول له روح اكلمه. Gentlemen, he gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid good. Video games. Never any romance. I deserve romance. Sugar. Apricot. Let's tell you what Emma did when she arrived. What is it now? Elaine Kitchen. Says she saw her on the top floor, stroking the door to Alexa's office. Cleaver. I kid you not. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madam in the back, and then moving Montgomery to the front. She's not right in her head. Gas leak. Why would she do that? He died almost 50 years ago. Thank God Madame Carlyle is still alive. Oh, but I'm poisoned with water bottle. Okay. Okay, so attend the funeral tomorrow.
still Mr. Whitman, are you ready to inspect the crime scene now? Fine. I am. Very well. If you'll follow me, sir, before you inspect the crime scene, I will tell you this. هتقول لي ايه انا؟ كنت عايز ابص بصه بسرعه كده يعني. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. طب انا عملت كده يعني، شفت الاوضه بتاعته طبعا. انت ليه بطيء كده ما تمشي؟ انت مستفز يا اخي. دخلني مرادي صح؟ I've prepared some information for you. So please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. بعدين انا جبت كل الادله اللي هنا يا جماعه. كان في لابتوب موجود هنا، عملت له انفستيجيشن، والكلام ده كله كان بريفيسلي يعني في ايرليير ان ذا جيم، بس طبعا كنت داخل بشكل تاني ولابس لبس تاني. فايه كيتشن نايف، انا خلاص كل الادله هنا، عملت انفستيجيشن كله يعني. بس هو اكيد بيقول لي انفستيجيت يعني ناقص حاجه معينه مثلا عايزني اعرفها اشوفها. طيب زاكريز روم انا عملت فيها كل حاجه 2 3. بص جبت اللابتوب انفستيجيت، وفي كان برضو عملت سكان لازازه الويسكي دي وسكان للجثه. three of six clues found. لا انا المفروض اجيب كله. طب ايه الكلوز بقى اللي ناقصه؟ ما هذا؟ بريك لوك؟ لا ملوش علاقه بيه ده. ايه ده، في حاجة هنا ايه؟ A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. مظبوط كلامك. فيو انتل. ما لحقتش. You've likely not exhausted the room for clues, 47. طب نطلع مور كلوز. ايه ده؟ A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. مفيش حاجة تانية هنا قبل ما اطلع. طيب يا ده باب خروج، ده باب خروج، وهنا في كل حاجة تمام. طيب اللابتوب ده عملت له انفستيجيشن اوريدي. ده ايه ده، في جواب؟ سوسايد نوتس. زاكري سوسايد نوت. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity.
I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. اوكي خلينا نشوف كده. وبعد يا جماعة ما وصلنا للخيط الرئيسي لحل اللغز وهو باتلر رئيس الخدم، خلينا نوقف الفيديو لغاية هنا، وهي كده هيبقى فاضل الجزء التالت والاخير في سلسلة بتاعة الميشن ديت. استنوني يا جماعة، النهاية حلوة جدا. كان معكم احمد بهجة بقناة فرجني، واشوفكم الفيديو اللي جاي، ومع السلامة.